البيض واسع يزروي، لازم نطلع شويه لفوق، ما يزمناش نعديو اكثر من 600 متر طول. هكاك الحوض صغار يا انور، عارفك يحب الاستساع والكبر، يحلب انجاز عظيم. ربي يشفيه من جنون العظمه سي الهادي فتح الله. عنده هنشير كبير ويملك كومبلكس توريستيك كبير ويحب يعمل سد كبير. رد بالك يا سمعك، ساعات تلفت تلقاه واقف وراك، كالقطوس ما تسمعش حسه. بلا تعليقات فارغه الاولاد، خلينا نكملوا. شنو تو هذاك بالضبط؟ بسم الله عليك سي عبد الحق، كثرت لها بالانضباط والتفاني. ثريا وين البروبوزيسيون نتاعك تاع الباتاردو؟ شنو هي الباتاردو سي انور؟ والواش الضحك؟ بس ما تعم في تربص هوني، مش عيب تسال على حاجه ما تعرفهاش. خي انتوما ما كنتوش طلبه. الباتاردو هو السد صغير يتعمل فوق الواد وقتي باش يشد الماء على الاشغال نتاع السد الكبير وقت اللي يبدا يتبنى، واضح؟ ميرسي سي انور. قداش لطيف انور، قداش متفهم، كان معايا انا. مازلت ما عملتش الحسابات نتاعو لو باتاردو. نجم نلقي سؤال اخر سي انور؟ واه بس ما يزينا من السؤالات، نقيلوش هوني. ايش نخرجوا لبرا نعملوا قهوه وتو نجاوبك على السؤالات نتاعك الكل. يسالني انا بسمه. العبد لله اخشن واحد في البراجات، ملي كنت صغير عشط نبني فيهم برمل. ملي كنت صغير تلعب برمل وتغلط في البني، وقعدت حتى توا تغلط سي حافظ. ليليفاسيون لاترال نتاع الكونتر فور تيب اللي صورتها غلطه ويزمك تعاودها. وين غلطه سي الهادي؟ عيب نقولك على تفاصيل قدام الجماعه. شنحوالك بسمة؟ عاجبك الجو؟ خسي تونتون. تعلمت برشا حاجات في السج هذايا. سي تون ميو. قاعدين نتقدموا؟ يظهر لي لاباس. شنو المرحله الجايه سي الهادي؟ اش عندك في المرحله الجايه وانت ديما مزروب سي عبد الحق؟ لي زيتيود جيولوجيك ودوسي هيدروليك قاعدين ماشيين. انتم تلهولي بالشكل. المساله فن في فن. نحب اشكال حلوه. مش هيك بسمه؟ المنطقه حلوه ونحب في وسطها شكل حلو. ما تعرف سي الهادي، بدينا نخدموا على موديل كونتر فور. ما عندي ما نقول. فما قوه وفما ايقاع. اما فما مخير. خدموا الخيال نتاعكم شويه الاولاد. انت تخمم في ديفوت ملتيبل سي الهادي؟ هو عاد باقي يبقى عندنا عرس. مالا اون فوت سامبل بلاش عرس. قربت ياسر يا بسمة. عملوا لي بروبوزيسيون على دوبل فوت. مش موديل قديم شويه سي الهادي؟ صحيتك سي عبد الحق. عادش بيه. القديم لوحوه؟ لا لا ما لوحوش. تصوروا الكونتراست بين قوة الجبال وخطوطها المكسرة. وفي الوسط تقويستين ملاح. لازم شوية خيال الأولاد. Un peu de sensualité ne fera pas de mal à un barrage. Allô, Hedi. Alhamdulillah, عليك لقيتك يا سيدي. دي وين قبلت في بيروك؟ ده ده سامحني ما ندبرش عليك. تسمع بيه يا هادي؟ انا قاعد نسمع في زمارة بابور بحر. هاش تحب يا روسي؟ ايش بيه المنصف؟ يكحرلك؟ علاه يكحرلك؟ كو انا ناقص شغبه يا روسي باش تحكي لي على شكون يكحرلك وشكون يرخملك في عينيها؟ تعرفش كيفاش؟ المره الجايه كي تقابلوا اكحرلو انت زاده وتفصلت النازله. مش لازم هادي تزيد توجعني راسي. الفراتي مش قايم خدمته جمله واحده. لا بريفينغ مع المعاونين نتاعو، لا يتفق البيفي، لا يقف مع الحرفاء. يا سبحان الله، البارح سهريه كامله ما فهمش ريحته. يا عروسي بالك شي انت قاعد تلقط على الراجل على خاطر افكارك شويه قديمه في الاوتيلوري. امان يا عروسي لا تكون فيا. باه عيزي بلا ما اختار لا يتقطع لك عرق. اسمعني قولوا لهم يعملوا لك تيزان وهم على راس كور قد هاني جاي الليله ان شاء الله.
تصبح على خير سفيد. تصبح على خير يا شوقي. ما تنساش تقول لبيك يوصلني غدوة على جال نتيجك ضعيفة. في خايت اللي جاي ببيك راح الكسر التامس ما عندي نجيب شي جي. كون كذبك يا شوقي. تهرف في قهوة عمار يا بلاص. صحيت يا سي مكرم لقيت صنعوخك فين السبان. واخر تالي يا سي بالعقل ما ثماش ركوب طبعا. ليه ما ثماش ركوب؟ الشمس باش تمس علينا. ومن فوق مدني الرطار بساعة. واشي هالنقل الريفي هذا؟ الله غير الكاميون ضايع في المياه هاني ماشي القهوة وش نملى الاثنين. قول اضرب عليك وقت القهوة. اعمل بعمالك يا بشير. ايش احوالك يا خذي؟ طبت من المشي والجاي يا سالم. اللي خليه المستوصف تكمل الكاميون متاع النقل الريف. القسم على الله. الله غالب اخواتي. زيدي من فوق لو ذا البرد متاع بشير الشفور. الخطرة الاخرى قال لي تاخذينيش. خذي وارتاحي من المشي والجاي. هاوين بيت مرة المدرسة متاعك. وزيدي عندك كاميونة وزويتينات وشردوب معي. ياخذها العام. والله كان يقعد براسة في الحسنية لنطب له بيت. خذي هنتي عاد. وناي خلي لي عامر. عامر. كان حصلتي صح عليك. يقعد بالشهرين غايب في جرب. والهذي ساعة ما قالش ليا وقتش العرس. ما برد قلبك يا فضيلة. ما تخافيش عليه من ساوين اللي داوروا في الوتلة. الوحدة فيهم شهرتيني ما تززيهاش مكياج. ربي يستر. ناي عندي فيه ثقة عام. خدمة الوتلة صعيبة وتاخذ ليه الوقت الكل. إن شاء الله ربي يسخر لي في خدمة قريبة يلقى شوتيل في جهت. إن شاء الله. شش. وش حالك يا فضيلة؟ قولي الحدود تحبش في حمات. بارك الله فيك ويكثر خيرك. يزينا مسحاق. افحم قريبة تدفي بيها خير من سوبر سنتر البعيد. خويتي قديش ولغماش هالراجل حتى نايمين يسلم منه. نبدأ نقري في القسم وذا ماشي جاي قدام الشباك. الله غال هاي تصبح على خير. تصبح على خير يا وجاسي. ايه الحمد لله عليه. هاي وخياني هاتوا كان وقفت بيكم في الواد لا يوليك مربى حنين كريم. راح وين ماشي انت في المغاريب؟ هات عندك شي 500 ولا دينار. نقلت المي لامك؟ فك عليا ما عدتش منقله المي. لبدين تقال علي نشرو لي بهي. عن انت في البيت ونشرو بهم اخر قدامي توا روح. ما عدتش طيح لي قدري سمعتي؟ مش لازم تعطي الفلوس. ما عدتش سامعين الكلام. ذاك لو كان ما بطلتش قرايتك رانا نحترموك. اما انت يا لطفي خاصك عامين على الباب. تقوم تعمي عينيك وتخرج من ليسي. يعني لا وجه لخدم. الذري كلها تتخاد. غدو باش نجي مع ولد العات نصطادو المنيار. اعطيك طيار واشي هذا الثان؟ فرخه غن ودلعاتي قال لي يبيعوا فيها في تونس بميات الالاف. دبدب رايك يا لطفي. نيا وامك بروسنا في الدنيا حاسبينك راجلنا وعصابه روس باش تولي تلبد للعصافير. ما تدبريش علي نيا باش نتحمل مسؤوليتي ونخدم الام وانت باري عرس على روحك. اسمع نقول لك صبيحه طبيبه نخدم معاها في مستوصف مريش عندها اخوها عندها حنوت نتاع نجار باش نحطك معاها تتعلم الصنع. ام لسيديك قالت لي نجار. مريتيش النجار على والا صباحه مكسوسه. برا لروحك مش لازم تعطي لي فلوس. تو نكرد القهوه عند عمار. يا راجل شبيك البرة؟ ما تخافش من الندوة؟ مش قلت مسكوك؟ أنا مخي قاعد يغلي من داخل الندوة ما تعملوا حد شيء. توينك التوى؟ أما ملا مدير عندك يا سي الهادي. اسمعني كما تعشيتش أي برا نتعشى مع بعضنا الليلة إن شاء الله مش نبات الهلال ونعملوا لها سهرية هايلة. يا رجل أما عشوات وما سهريات. اسمع نقول لك أكل مصفى ذاك والله العظيم لما يتركك والوتيل لما يمشيهولك جير ويجور. تو حلو الهضرة هذه كل برا هاي بس ندخل الداخل واحكي لي بالتفصيل. لا لا نحب نحكي لك هوني الداخل العينين ياسر وكلهم يصبوا له. ماذا يا سيدي قال لك العزري اقوى من سيدو. انت مول المول وهما كلهم يقفوا سي المنصف. انا نقول لك تلم شويه يا اخي وشوف حل روحك. ما كانش الماء باش يعوم على البطيخ. خوفتني بل حتى نزيد نتكلم شويه.
بالك يا عروس انت غير من المنصف وتحبني نسميك في بقعته على خاطرك هيك العام كنت مديروتي البونجمه قبل ما تقعد بالنسبة لتحشمها انا غير الخير منه ها يا حسره يا حسره على التنوري تبعتك عوينه وتشوف الوتيل هذيا كيفاش يمشيو فيه توا خوفتني بالمجد لما حالة انا سميتك مستشار عندي على خاطر لقيتك في تونس قالك ما عندكش مع شكون تلعب الشيشبيش انما ما نحبكش تاخذ المساله بالجد وتولي تقلقني في البيرسونيل عشان ما تعرفش كيفاش انا بطلت ولو جبت مستشار اخر تبنك عليه وعليك نفها بالفوق انت والوتيل والبيرسونيل نتاعك وهاني مروح يا ودي ايش وين مروح تتعرفني انا تو نصبر عليك سي العروس المره هذه ايس منه وفاء وفاء جاي عاون فيه على قبر ابوه هرب له بالفاس العروس يا عروسي راك خارج من غير فليجة نفخها واشرب ماها الفليجة اسمع ودي اعمل تليفون للعساس وقول له كي العادة ما يخليش العروسي يخرج حاضر ثمانية توا بيت الرزق انا مروح هاي شكون يخلص عشاء بون نظرا لعدم تجاوب على المقترح نتاعي باش نحرمكم الانس نتاعي ونمشي خلص على روح عشاء وين مش تفهمنا الليلة باش نعملوا شارات عنا روتار في الخدمة راه انت قلت نعملوا شارات رانا كل يوم نقعدوا ساعة ساعتين بعد الوقت يعني ياسر على الشحايش قول عارف كي زدنا في الشهرين بالمجد ياسر علينا الروتار هو يعمل فيه سي الهادي وشني حكاية الدوبل فوت الجديد اللي حاب يعملها ما كانتش في البرنامج تعرف كيفاش لولاده برمشي نروحوا انتم ولا تنقض حذاها نور ثريا ما تقلقش روحك مشي وروحوا الكل تنصور هنا الدوبل فوت الحوت عليك وعلى ضميرك المهني انا ضميري يخدم بالشهر ومانيش باش ناسب المعلم وفيتش مركاك انت برا تصبح على خير صباح على خير صباح على خير انور نبعث لك على حاجه تاكلها نو عايشك ميرسي صباح على خير صباح على خير ثورة يمشي روح ميسالش قلقش روحك جي كوم لامبريسيون اللي انت تبني فيه السد هذا مش صحيح سي هادي هو مول المشروع سي تان غران باترون وحنا الكل قاعدين نتعلموا منه يسر متواضع سي هادي فتح الله بلاش بيك ما نجم يعمل حتى شيء حب نراك كيفاش تعمل السكيس الجديده شكون قالك باش نعملها تو يلزمها برشا تركيز سي فري اون ليني كور بيسونسويل يلزمها برشا تركيز تيان تيان شنو هو الحكايه اللي نسمع فيها انت هذو حكايتكم في البيرو ديتود عطلي ما هدي اهلا هدى شو بجايبك الوقايه هذا امان في عطله تفرح بيا توحشتك قلت نخرج نتعشاو ليله مع بعضنا امبوسيبل عندي خدمه حتى الماضي ساعه بون نعملوا تليفون للتريتور يبعث لنا حاجه ناكلوها يا اخي شبيكم الليله الناس كل تحبوا تقعدوا حدايا وعلى خاطر القاعده بحذاك حلوه تعرفوش كيفاش نمشيو زوز روح وخلنا نخدم على روحي ما فاتش الخدمه هذه نهارين ما ريتكش بون مانيش متحال حزه من هنا انا ما عاد نقول لك حتى شيء هادي مادامك ما تحبش تسمع كلامي والله شيء يوجع القلب توتي صاحبي وخويا وقرينا بعضنا مقسم الزقز حتى البكالوريا امشي اعمل طلع البيوت وشوفك الفوضى عامل اوتيل بخمس نجوم وسيرفيس نتاع اوتيل ميلانو يزي بلا مبالغه يا عروسي المنصف يتم بون جيستيونير يا اخي الحاجه اللي تلاحظها عمل لي فيها تقرير من غير ما تحرق دمك يا بريتو انا منين تحبني نجيبك مدير اخر توا اون يوم مود مارس وسيزون بدات وماشي بتقوى وانت مع كامل احتراماتي في وجه والتلوري الجديده نتاعك وما نعرفهاش بربي يزي من الهدره نتاعك هذا ثم انا هادي ما قلتلكش يحطني مدير في بقعته في نهار من نهارات لما يجيوك تشكيات من نزلاء بيدو الراجل عنده نهارين ما عملش بريفينغ مع المعاونين نتاعو بالهدره هو نصف جاي والله ما نعيط له واش تعيط له شو كتب نقعد دقك انا وياك قدامك كملتي التقرير نتاعك خليني نتصرف عاد دقيقة بربي سي المنصف تفضل سيدي تفضل اقعد سي المنصف شنو الامور ليمات ما ثماش حاجة تستحق الملاحظة سي الهادي الخدمة قاعدة تتحرك بشوية بشوية اونفان عادي بالنسبة للوقت هذا توقعات إيجابية في الموسم السياحي إن شاء الله القادم أبخبو سي الهادي زبنا مدير تجاري باش يقوم بالبروسبكسيون برا ماك تعرف انا وحدي ما نتهناش ما نجمش غير برشا على الاوتيل وعلاه بتهناش سيدي مو كان عندك سفره مستعجل تفضل اقصد ربي هنا احنا موجودين
بارك الله فيك سي العروسي. اما ديما ما نتهناش، ماك تعرف الاوتيل الجديد يلزمو الوقفه ولا هو ما عنده كان 3 سنين يخدم، والبيرسونال ناقص شويه سي الهادي. قاعد نشوف حسب الفائده هي في تقديس البيرسونال سي موصف. بربي يقول لي سي العروسي الفائده فيش في ماله؟ فائده في الافيكاسيتي يا سيدي، استغلال الطاقات الموجوده على الوجه الاكمل من فضلك. معناها على حسب كلامك انا مانيش قاعد نستغل في الطاقات الموجوده على الوجه الاكمل؟ ها ويزم شويه كبسين سبحان الله، انا قاعد نشوف في ناس قاعدين يداوروا ما يعملوا في حد شيء. سي الهادي من فضلك ما ثماش علاش باش نقعد نسمع الديسكور كيف هذا؟ شبيه السيد حاسب فيا؟ وسع بالك سي مصف، ويزمك تقبل الراي المخالف. ما عنديش مانع باش نقبل الراي المخالف، مش العقل الخارف. يا هادي اتهنت في محلك، انا المستشار نتاعك تهان. تيان 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 سي الهادي، سي العروس المستشار نتاعك كان بترش مانع، واللي اهم من الكل صاحبي وعيب عليك راه. ربي ينسك بيه، اما ماذا بيا صاحبك هذا ينزعني ما عادش يجي على صحتي. شنو السيد كتابع في جرتي او طالع من السوسول او هابط في الدروج؟ انا اعطي اوردر هو يعطي كونتر اوردر، احترمته على خاطرك غضيت الطرف شاي باقي السيد موصل على قدامه. وفين نقاش سي مصف؟ تفضل يمشي يخدم على روحك. حاضر سي الهادي، اما ماذا بيا على حاجتين، السيد هذا ينزعني وفي اقرب الاجال شوف لي مدير تجاري باش يعاوني. قالك ننسو يا نرك على روحك يا هادي، الراجل يملي في الشروط وانت قاعد تاكل في روحك ماكله. بالمجد عروسي هو يبدا قاعد انت تطلع له من تحت الطاوله ولا تهبط له من المضوى؟ فماش فايده والله العظيم اللي تحشمها، ولا تكسيها بالقلب زاد. يا لاهي لاهي قاعد تبحرق للواء، اسمع الغنية ما بها ما خص عقولكم البلاويت برا روحي لك بر، خليني نرتاح شوي. تعبت 5 كيلومتر من القياس لهني وما بعد حتى جردك. مش نقول لك نقعد حداك ما يسالش تقعد هما سكرين الراديو. نعم نحب السكيت. شبحت الجبل هذاك المنيار يجي من غادي، نعم نحب نعرف متى يجي وانت ينزل للواد يشرب مش نتصيد. ليش تضحكي؟ ما قال فهمك تو انا خصصت عقل ولا تليام في الجبل تصيد في العصافير؟ حتى نيف من حد فزي روح فزي بهيك لطفي خليني قاعد كراعي يسطروا عليا مثني لطفي. وشو قلت لي تحبني؟ قلت وتوا حيني باش نبطل على جيل نهار وطوله وانت تدوري في الكياس بعي في الكسر ونا ما نحبش. واش ندني يا لطفي واني نعاون في ميمت؟ هات روح لي ما حطش نبيع الكسر. هاك شابور بلاش ما تستغاثش فك عليه شمس يشبحك حد معايا وتولي مشاكل. اش عندك في الناس يا لطفي؟ خذها شوي بيه ناش يدك متعدي على شبانة مش صدقوا مالا رحمة تبهر. حتى بيك تلتيه تي من قال لك مات؟ هشو مرجع كينا مات باه يسكت العشوة الكلب. هاتي يجابوه هاتي جابور وما تبكيش اسكتي. شو
يوسف نهار راح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعينك على هالمردومة. الله يسلمك ويهنيك. وين تربح يا سي الهادي؟ وقيلة وحست لي جبر. سمحني ما قلتكش. غبار المردومة على وجهي هذاك علاش؟ ثبت فيه مليح. زيد ثبت. زيد ثبت. 20 عام ما تقبلتش. شعبان؟ يعطيك الصحة. شعبان الشعيلي. قبل ما نعرفك كنت فلاح واليوم هاني نخدم في المردوم. سامحني ما نجمش نصافحك بيديا نخاف نغنجك. علاش الكلام سي شعبان؟ يد الرجل اللي يخدم على روحه ما تتعيبش. اخطاك يا رجل من الحداثه نتاع الذر. لما رجال كيفك يتخلقوا باش يملكوا ويحكموا وتجيب يديهم. اما اخرين كيف هنا يخسروا اللي ملكوه ويتحكم عليه. هيك لبس عليك تخدم في المردوم وعندك كميونه. مستور والحمد لله. ياما عباد غيري طاحوا متقعدوا. وثم اللي مات بحسرته في قلبه وثم اللي همل في بلاد الناس. وحسب رايك انت انا سبب فاللي جرى لكم هذا الكل؟ شيء قدر به ربي. يمكن انت بلا نجي على يديك. الماء هذاك اللي يحيي الارض والانسان بلا يا سي شعبان. السد هذاك مش متاعي يا سي شعبان، متاع الناس الكل. كان تعرف قداش ينتج من ترسيتي وقداش يسقي من الكتار وقداش عباد تشرب منه. الحديث هذا ماك سمعته الناس الهادي. يمكن انتني ارض محنيه للشعيله غرقت فيه وجرى فينا اللي جرى. وير نمشت كانها لا كانت. ضربة في جنوبنا وانت تتحدث فيها على التريسيتي وكترات السقوي. 20 سنة ما بدلوكش يا شعبان. وانت تبدلت يا سي الهادي. شاقي والمرتاح ما باتوش فرد مراح. داية ضامة في رداية وك جيت تربش فيه. كنقول لك عطشان اعطيني شربة ماء زعما تعطيني ولا تقول لي برا امشي واشرب الماء السد نتاعك. لا هكاك مازال فينا شوي معروف والعطشان ما ردوه. تفضل. يعطيك الصحة. بسم الله. الحمد لله. مش فيه ولا هني؟ علاش فيه؟ شعبان مش عندك ولد اش يعمل؟ عندي عامر. قريت تجارة في تونس ويخدم في اوتيل في جنة. عجايب عندك ولد يخدم في الوتلة؟ هيدا خدمه معايا ما تعرفش اللي عندي اوتيل؟ وليه تعب في روحك يا سي الهادي. خليه في جربة. هيدا تعطيني وين يخدم؟ ماهيش مزية أنا اللي حاجتي بيه. اما خير قريب لهنا 30 كيلومتر ولا مطيش في جربه؟ والله هو الطفل امه واخته متوحشينه. لمكنت لا كان يسمعوا بيه اهل الشعيله ولا يخدم عندك. ما يسمع بيه حد. ها تعطيني الاندريس. ما انا قلنا ليك ما تعبش روحك يا سي الهادي. سامباتيك البنيه الفوريه اللي تخدم معاكم. اللي يخدموا معنا في البيرو الكلهم سامباتيك. الليله الاخرى وقت اللي جيتك للخدمه ظهرت لي سامباتيك اكثر من اللازم. ثوريه مهندسه يخدم فيها ابوك. بالمنجد كوكيت ولا هي بروح شنو ما تقوليش غيره منها. ما عندش الحق نغير عليك. نسي الكل يغيروا راهو. يا اخي ديما تقعدوا تخدموا بعد الوقت. ايزي هدي عاد تحط شي في بالك. اي خلينا نحكيو في الصحيح. اش عامله في الميموار نتاعك؟
فك عليا من الميموارات، كتبت كلمتين وحلت. اش قالك نعرسوا في الصيف؟ تحكي بجدك ولا تفضل؟ تيبوك مش مخلينا الوقت نفسه تقول لي نعرسوا؟ تشوف شفايا ساعات الصباح في الخدمه جبل دوسيات ودراسات ومشي وجاي، وتو باش يبدا الشانتي نتاع السد الجديد، واحنا اللي باش نوقفوا على الاشغال. قد ايه باش نقعد نستنى انا؟ احسبوا خدمه من الخدمه من العرس. هكا خدمه من الخدمه، وانا نروح من الشانتي ندوش شاي تصبات ونتصدر في الليل. انت وبابا كيف كيف الخدمه قبل كل شيء. جوني ماخ. يا هدي يا هدي اصبر شويه. تحبنا نعملوا عرس المرمده؟ واحد يعرس مره في حياته. انا عامين فيونسي، نزيدو نستناو عام اخر. عادش بيه، اون بلوس انا مانيش حاضر، عندي حاجات يلزمني كملهم ونلوج دار. نعرسوا في دارنا بتاع تونس، بابا عايش وحده. شنو هذه فكرتك ولا فكره بوك؟ فكرتي انا، بابا ما يقولش لي. هدي بوك عارف يرافي كل يوم في البيرو، نزيد نسكن معاه يظهر لي ياسر. باهي مش لازم، هاني سكت. راقي عامل التليفون من باريس تسلم عليك. اللي ان بو ديبريمي. واحدة كيما هذيك ما تنجم تكون كان ديبريمي. شنو انور؟ ما تحبنيش نجبد لك على العرس وما تحبنيش نجبد لك على راقية؟ اش عملت لك مسكينة؟ المرة الأخرى وقت اللي جات رخيت فيها العين. ساهي تشكر فيك وقال تعرفك من باريس. جوستومون، على خاطري نعرفها من باريس ما نحبش نخلتها. راقية بنت عم ماما الله يرحمها، وهذيك اللي قعدت من الفاميليا نتاعها. ما عادش بيه، يلزمني نخلتها بالسيفة؟ تو قلت لك خلتها أنا هيك في فرنسا قاعدة على روحها. هاي نقوم. علاش نقوم زاد؟ قلقت من القاعدة معايا؟ قلقت من القاعدة، ماذا بينا نعمل دورة. شهد تصايح ويعزقوا في البيت. سمعنا الخير. عامر وش حوالك؟ بس انا لاباس. وحشتك يا سعدي. هنا يا وليدي. مرحبا ابو وليدي. يعيش وليدي، يعيش وليدي. تفضل. وحشتك يا كبدي. واش هالبلاد اللي بلعتك؟ شحوال باي انشدينا على حوالي وليدي. عميت بوحشك حتى النوم مع الشبع نبي. الله يعينك يا عم. الله يهنيك باي. مرحبا بيك. عايشك. بالحق باي ماكش نشد عليا؟ ماك تعرف امك تقطع وتصرف بحال جايبتك بروح. لاباس عليك. يا الزبركة مخلوقة خلي طفول يتنفس. ها؟ جابك الوحش ولا الهدي فتح الله؟ انت اللي عطيتها الادريسة متاعي؟ لا ولادي نايا ما عطيت شيء. هيا ندخل الداخل نتحدث شوي. فتيمة امشي بعد ذري على الكهرباء اللي هاتكم. اذهبوا من هنا، عمركم ما شبحتوا كهرباء. سلبة ان شاء الله. ليش تدعي لنا ام حسنية؟ حتى نحن عندنا راولك معي. ملا اذهب تحكحك على كميونة طبيك. امشي. الله عينك يا فضيلة. الله يهنيك. توا روحتي من الخدمة؟ هاني ما زلت نمشي. هنيك سلامة عامر. يهني قليبك بنيتي. هي الراعي عاد تسلمي عليه. اوخ سلم عليه وخالي شعبان في البيت. لا واش جرالة ماكي مخطوبة لي؟ وقيل انت ثانا ولاتي مدارن كيف عامر. فطيمه ما تلفتت ليش خلاص. ما تقولي ليش شبه. ما ندريش عليكم بنيتي يا اخي. ثم حاجه بيناتكم؟ ما ثم شيء. هاني في البيت دادا حسني. كان شاهي قولي لي يجي سلم على دادا حدو. محسوب تفهمنا انا ولادي فتح الله. الوتيل نتاعو كبير ودورني فيه الكل.
المسوار خير والخدمه هي هي كما كنت في جربه مدير تجاري. لا مش لي فاهم قصده هادي من دول اللي يتخدموا في الوتله كل محط كان عليك حقك شاورتني. انا نعرف ونعرف رواندا ثم حتى رواند وما ثم حتى حسابات. كان شاورتك راك جبت لي على حكايه ماتت عندها 20 سنه. الكلكم كنتوا غلطين كي قلتوا الهادي فتح الله هو اللي كان السبب في هجتكم الشعيله الحسنيه. واش مدخله هو برنامج السدود موجود من بكري وفي صالح الناس الكل. هو مهندس وعنده مكتب اشغال سمم السد وكهو وعنده ثانه راضي في لحيه يسقي فيها من السد. الله يديك يا باي. السد ماهوش يسقي في ارضه وبرك. هاك باش تخدم معاه ربي عينك تحمل مسؤوليتك وحل عينيك على الجل هادي مش سهل. مش لازم تحكي للناس. اهل الشعيله اللي في عمري واكبر ما يتيقوش ريحته. يزيها شعبان راك قتلتها بالهدره والسمش تمست. خليه يوصل حدود وفضيله يسلم عليهم وولي ياكل فم كسكسيها وقربتي. خليه حذانا يا من عاش غدوه يمشي لها حدود بنتها. اوخي ليه غدوه ليه فضيله ما عندهاش قلب يرورش عليه. عامر خويا ولا مدير ما ياخذش في رملية. يعطيك ولا دنيه هي في رملية وانت وشيه هكي باركه في البيت باقي تتعاركوا في هالبيت. هذا كلام عدل وليدي ما يسيرش. امشي وصل داك حدود وسلم عليه. فضيله ما تحبنيش وحقرتني على الجلني ما كملتش قرايتي. نيثان ما نحبهاش. شنو رايك في السكي سون دوبلو فوت اللي حضرته لك؟ الفورما باهيه ما اما شنو سيدي بدلت رايك؟ مش انا بدلت رايي الحساب بيحكم. عملت حساب تقويستين نقاهم ما يقبلوش ضغط الماء وقت الحوض يتعبى. الارض ماهيش صحيحه منه منها. اي شي زلنا نعملو تو نرجع للفكره نتاعنا الاولى اللي قدمنا فيها برشا. سي سرا ان باراج بوا ايفيدي كونتر فور انديبندون تو سامبلومون. شوف محلاه اللبسه يزينا متجين والمراول مش هيك انوره يا حسره سيدي بنتاو ماش حب روب على خاطر ما عاش فما ذوق هاوك. علاش يزي متفلسيف بابا حتى تجين حلو وزيد. ليش وين ماشي هاو قد حذانا ولو قاعدة حذيكم انتم من قبيلة تحكيوا على الخدمة. كملنا من الخدمة يقعد الحمد لله عليكم. نحب نقول لكم حاجة عندي مدة نحس في روحي متقلق في الدار هذه بصفة عامة. هو العاصمة ما عادش يساعدني يلزمني نسكن في بقعة مسيبة. ماذا بيا نقل الفيرما وهكاك نولي قريب لشانتي بتواد الحسن. كي ليدي واش باش تقعد تعمل في فيرما بربي؟ ماني قلت لك نبدا قريب لشانتي وللوتيل وللمعمل. اه وانا ما يهمكش فيا. شكون قالك نحب نسكن في فيرمات انا؟ وبيت لوتيل عفتها ماهيش سكنه متاع عائلات. شبيك شعلت انت؟ ماك مش تعرس؟ عرس وقعد في تونس ونخليك الدار هذه. جوستومون انور قالي ما يحبش يسكن هوني. ابو علاش ما تحبش تسكن هوني سامو؟ تو وقتو الكلام هذايا سي الهادي دار كبيره وال ماهوش هذا السبب. قولوا الحقيقه انور قالي منحبش نسكن في دار بوك. يلقى الخير سي الهادي. هو ده دلولة وساعات ما تعرفش توزن كلام. راقية شنو يا حويلي؟ حول كان موز في العديلة مش موت بالتعب. طيارة ثنية كاملة تهز بينا وتتنفذ. واللطف عليك. قولي مش معه هوني معاكم في الصالون بيه دخل انتي في ليشيت هاني ماشي تلهم. سي الهادي خلنا نمشي نتقابلوا في البيرو. راقية بو لبسة كان قلت لي جاية راني بعث لك شوفير المطار. حبيت نعمل لكم سيربريز. البارح بركة حلمت بيك. سالوغ أنا رقعة تعشى معانا أمان. عسلامة أنور. عسلامة لباس. مش قلت جاية في الصيف؟ توحشتكم برشا. قلقت وحدي عندي أي مسلعة قلت نطلع عليكم. انتو مزوز سافا سافا. انتي اش عامله يا اخي؟ شبيه وجهك اصفر. يجي جا نقعدو نخليكم. انا وا انور انا داخله وانتي خارجه ما تنشدنيش نوع حوالي. او ظاهر وجهك تاع مصفر. تيقعد تعشى معانا ما نخذ بخاطري. يسلموا عليك برشا صحاب في باريس كريستين انتخاطر. وفاش قام تسلم عليك هذي كريستين خزوق على حنيكها. شو مدخلني انا؟ هاي هي اللي جبدت الحكايه. باقي شاده فيك صحيح الهم هذي. ما عندك ما تعمل لهم عزيزتي يموتوا عليه انور في باريس.
أمينة قلت لهم ما ضمضوا راهو تفيانسا عرف شنو يخطأ تاح على المامو. عليه تجبدوا في عباد بعاد عليكم 3000 كيلومتر ما أكثر هدرتكم إنساء. وسي الهادي مش بك ديما عن ساء أنت. أنا جاي نعدي في العطلة بحذاكم توحشت هدي برشا برشا. يسي جو سوي با لو بيانفونو. واه راخي هذاك اللي مازال حتى أنا توحشتك مرحبا بيك. سي الهادي نتقابلوا في البيرو صباح خير. شبيه أنور ما عويدوش هكا؟ خليه يغزل يمكن كثرت عليه الخدمة درك كيفاه ولا قداش بدل أنور نو فريمون ما كانش هكا. إن شاء الله عزيزي نتلموا مع بعضنا وما نتفرقوش بالكل. تعشيت راقية؟ ما عينيش ما هيتي مقلوبة. أما أنا راقية أطلع بدل دبشك وارتاح شوية وتم بعد بابا يخرجنا نتعشاو. يزي هدى قالت لك تعبة خليها ترتاح. نو سافا نخرج نتعشاو. هدى اشتهيت. ما بهي هكا الوقت اللي كنا نتقابلوا فيه وما نخافوش من العين نبدو طايرين كالطيور. تتفكرك المعلم اللي كانوا يطب الربيع يقول لنا القرايه مهني اللي تصير تحت الشجرات؟ هي قرايه. نذكر مره نزلنا لقاع الواد ونبيك مينوده الله يرحمه يحرث بالشعبه وقال كل واحد يحرث داله يحب يغرمنا بالعمل اليدوي. المعلم سي الشاري هاني تفكرت راجل حكيم. وين هيك الايامات من نبدو هاملين في اللجب ونروحوا بقرين جدي وبشباب وحتى من شباح الحل جاي اللي روحوا به كل شيء تبدل هذيك الدنيا. اقعد يكت موحشة الدنيا كي تتبدل يا عامر. قبل كنت تلقى في ثنيتك الزيردة والثعلب حتى من الهواية شاربت ما قعد كانك الحلوف الجالي يعطي عقل ليلة ليلتين هاد علينا حني زعما نتبدلوا يا عامر. عندك شك وانا كبرنا ولت عندنا ذكريات كيفك اللي شاب. ليه ما تبدلتش ونحب بلادنا ما تتبدلش كيما نرجع فيك وانت مروح مني كيما كنت صغيرة نستناك قدام المدرسة. خليني نمشي تو الليلة نشد الخدمة جديدة في التيل ومباش نسكنوا يا عامر كي نعرسوا. وعلاش ما نبنوش دويرة هنا في الحساني نبنو؟ وش بيك يا عامر كلمة وقص؟ ولفت بالوحدة في الخدمة ما نتكلمش برشا. وكان نجدتني وما على تاريخ العرس واش نقول ليه؟ قولي لها في زردة من الزرد. هك في زردة من الزرد راني بنت 28 عام عام نديت. انتي تقعدي ديما صغيرة كان ان شاء الله الامور مشت كما نحب نعرسوا بعد زردة سيدي جابر في الخريف. اي خليني نمشي تو نكلمك في المستوصف ردي بالك على روحك. سلام نقول لهم يجيبوا لك جو؟ نو ميرسي نحس في روحي دايخه شويه والقهوه تنشط. تمشيش الدخنه شويه خير مش نهزك للمعمل نعملوا دوره فيه وبعدين نمشوا للفيرما سيتي فيرم موديل نتشوفها في الحليب المعمل بتاعنا. صحه ليكم عندكم فرتونة عايشين في بلاد ياسر مزيانه. انا العيشه في باريس ما عادش نجمها نبدا داخله الكور كاني داخله الحبس. لونسينيمون جوني فريمون سوبي ها. وعندك صحاب عاد في باريس؟ شنو أصحاب؟ ديغيدا، فوكو، كونت، سبينوزا، هذو محبابي. سيت ان كوشمار. هي سيب عليك منهم ويجي حذانا. نجم تقري في تونس. كان جي لتونس نتلهاك بالفيرما نتاعك، نتلهاك بالقر. علاه تتلهاك بالقر؟ تتلهاك بيا أنا وهدى. احنا نحبك برشا. ولا بالك شنو ظهر لك كينا كي جمع لك كنت تحكي عليه؟ عشيك سليتي. بالعكس، ما تصورش قداش نبدا متونسة ومرتاحة بحذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شكرا. روسي سي عامر عملت بني دورة في الكومبلكس. ما شاء الله عليه سي عامر تبارك الله فاهم الحكاية كلها. والله يفكرني في الشباب يا سيدي. تعرف هذه انا في الكوميرسيال كنت مهف وقت. ماناش نحكيو عليك جوستومون سي عامر. شوية خير امشي للكاتبة تاسيل مصف خد ما عندها الدوسيات وحضرنا الهوت سيزون. واش كان نستناوها خير؟ علاه تستنى فيه؟ تخدم عندي ولا عنده؟ نقدم لك سي عامر الشعيلي. أنشانتي راقية الرضواني أستاذة فلسفة في باريدو. شرفنا.
حاجة أخرى سي عامر، متأكدة جدا مضابية الهالي بها الإكستنسيون من جهة الشط، الشانتي متاحها قاعد يكركر ونحبها تحضر من هنا للصيف إن شاء الله. شنو ما ليزيتيود اللي عملتهم سي عامر؟ ليا شوسي وبعد عمل دوا في الفينانس. سي عامر ولد المنطقة، بو معرفة، إنسان مكافح وصاحب مبدأ. جيبك هاو اللطفي هاو قاعد يشرب في السواق الحار. الله يبارك. راه الفضيله اختها ما تحبهاش يقعد في القهوه. ربي يصلح راهي غريب. ما حاجتيش بالقهوه وما نحبش كون يخلص علي. ليه مستنى في العاتي عندي معاه وعد. وراش يا سي لطفي؟ اخي ما زلت صغير تعقل فيك فضيله. طالع بعاد ويزي من جبدان البنويه في القهوي. يا لطفي نجيب القهوه ولا ليه؟ خذها يا لطفي مش عيب كي تبدا فالس. ولد المرار وكيف الدلو، مرة فارغ مرة مليك. قلت ليك لا، ما كانش العاطي تونا رجال برا. السلام عليكم. السلام عليكم. جبت لي اللي قلت ليك؟ عندي كل شيء في القفة. طاسة علك وشبكة كيما ذيك. وغدوة الحي تجيب ليك خزيبة في وسط عصيفي اللي ورا. هاجي 20 دينار، خلص لايقة. عندي كان 10. خذ مصبر على الباقي وخلص انت القهوه. سامارش خيوتين عمار هتصنط الحديد ابدا تصيد عصيف راه تسويه على قديدي مقني بردلو حميره صديره من بعد ناين عدمك مصيد المنيار مال هكاك هو مش سهل راه نايل تو خطر على خطر نقعد في الجبل بالشهر وناين قنص فيه مش سهل خلاص. علاش تكذب عليا هالعادي؟ قداش شديت من المنيار انت في حياتك؟ اسكت بقلة سيرح السراح هاي الشامبيون تاع العصافير بيدي جيت وبعت ليهم للمنيار. لطفي تقبل حسان يخلص لك قهوه وما يخلصها لك الشعيلي بن عم. ضم فمك انت وتلاب الكارته نتاعك. شوف العتيتيك اش يطلع منها. انا غاضني حال مهوب محسوب نسيبك بعد لي اختك فضيله بطل على عامر باش تاخذه هو. واش مدخلك انت من قبلها تجبد في فضيله بلسانك لبخه؟ ها؟ شعيلي هامل شعيلي يشرفوك ويعرفوك وما عادش تجبدهم. منهم اللي يشرفونا ويعرفونا؟ الرفيجي اللي عاد عندهم لولي ولا قبة وخلاو علينا الكسر في الحسنية. هاو شي دنينك لولي متاع الشعيلية. لطفي بروح حسن اللي قدم فشخ لي راسه. هاي سيدي الناس الكل على برا وما عادش خادم. ها نادي لكم الحرس. بربي شكون سيتك؟ مسيك بالخير، سي المنصف مش هكا؟ اي نعم سي المنصف، وانت سيادتك شكون؟ عامر الشعيبي، ديريكتور كوميرسيال، جابني سي الهادي. اما سي الهادي نتاعك، مسي لافار، شم جبدك في الدوسيات نتاعي من غير اذني؟ اسمع يا سي اسمك انت، نحي كل شيء من يديك وتفضل معايا سي الهادي خلينا نشوفوا شنو هي الحكاية. انا اللي طلبت من سي الهادي باش يجيب ديريكتور كوميرسيال. يقوم يجيبك من غير ما شاورني؟ هذه قاتلها مسكتو عاد. تفضل سيدي معايا. برا دمك سي المنصف. سي الهادي يتعشى وعائلته، انا ما نقلقوش، مشي له انت كان غرضك. تيا؟ صار انت داخر بهالسبري هذا؟ اي امانه نعلمك اللي ماكش باش تداوم فيها. من فضلك علاش تنرفز في روحك وتسمع فيه في الكلام؟ هوك عارفك قدامك. سي بيان. المنصف لاباس تحب شي حاجه؟ برت اللي يخدم على روحك. بالسبب فاي
على غالب بدينا العروس يجع عجيب. انا اللي جعت ولدي بالعشيه مهلوسه على الكمونيه حتى لو كان جات في الكارت. شنو حوالك انت صابا؟ وينو انا وش ماهوش معاك؟ بربي لعاتي شدني عليه خليته في البيرو. ربي سيبوه انور عنده قدس خدمه. انا والعروسي ما تبوسناش؟ لا انا ما نبوس كان راقيه. صح عليها لا راقيه. انت هذه بيرسونيل الكل يحبوها. كان برصات اللي بحب فيها انا زاد. لو عليك تحبها يا عروسي. انت ما عندك محبه كان الهم هم. سبحان الله. الرجل عنده نهارين وهيطري براقيه. انا لو كنت جيت كيفك والله العظيم نغيك. نحبه حتى انا يهتري براقيه وما نغيرش. مقوى سعدي. شنو تحب تاكل عزيزتي؟ يا اخي وليت حانوت طباخ تعملوا في الكمونيه. حتى انا نحب صحن كمونيه. مسيكم بالخير. سي الهادي ماذا بيا نحكي معاك؟ لما حل انا مازلت ما كملتش العشاء نتاعي. اما كان يظهر لك هذا وقت مناسب باش تحكي معايا تفضل هاني نسمع فيك. سي الهادي كنت في تونس بقضية جيت نلقى واحد في البيرو من البيروات يشوف لي في الدوسيات. اي اش قال لك السيد؟ قال لي هو مدير تجاري. ماك تحب مدير تجاري؟ هاكا مدير تجاري ركب الكيف. المفروض تشاورني سي الهادي. بون نقولوا انت المعلم ما تشاورش. جو نفو الفي با دير. اما على الاقل تجيب وقت اللي انا نبدا موجود هوني. سيدي خويا انا سمعت منك برشا خنار ومعاك انت بالذات ما عمري ما حسستك اللي انا المعلم وانت ماكش تراعي في هذا. لما حالا نعرفك كومبيتون. كومبيتون؟ ايه سي الهادي قول سي العروسي ما يتدخلش في حاجه ما تعنيش. يا عروسي ما تدخلش في حاجه ما تعنيكش. سي المنصف علاش تحرق في دمك؟ سي الهادي انت ما سانس شاورني في الركروتمون تاع البيرسونيل. سامحني المره هذه غلط. لما حالا انا نعرف لي كومبيتونس نتاعك ومقدر المجهودات اللي قمت بها باش تصير الوتيل هذا. لذلك سي عامر الشعيري ما حاجتيش بيه كمدير تجاري. نشامي وسام بارك الله فيك. استنى سي مصر. باركونتر سي عامر حاجتي بيه لحاجه اخرى. ما الدقيقه هذه انت منحي هو مدير عام في بوقت.